السلام عليكم إخواني الكرام، في هذا الفيديو راح أعطيكم الطريقة الصحيحة لكيفية التسجيل في القرعة العشوائية إلى أمريكا. راح تكتبوا في جوجل جرين كارت لوتري، وبعدين راح تدخلون إلى الموقع الأول. تشاهدون إخواني الكرام، هذا هو الموقع. ننزل إلى تحت، يعني إلى هذه اونتري فورم. ندخل هنا في هذه الخانة الخضراء، نضغط هنا إخواني الكرام، وبعدين نذهب إلى هذه المرحلة التالية. نضع هذا الكود كاباتشا مثل ما هو مبين في الصورة، حروف كبيرة بطبيعة الحال، وبعدين نضغط على هذه الخانة سبميت، وبعدين راح يوجهنا إلى الخانة الأخيرة وين موجودة المعلومات لكل شخص، يعني هنا last name أو يعني لقب العائلة. راح تكتب لقب العائلة مثلا رشيد، الاسم تاعك مثلا رضا، وبعدين احنايا في الجزائر لا يوجد الاسم الأوسط، يعني نضع في الخانة هنا لا يوجد اسم الأوسط. إذا كنت ذكر ضع ذكر، إذا أنثى ضع أنثى، وبعدين هنا تاريخ الازدياد، يعني تاريخ الولادة مثلا 10 مثلا جويلية 1989 مثلا. هنا مكان الازدياد، كل واحد يدير المكان الازدياد تاعو، مثلا ألجيريا، هنا ألجيريا يعني الدولة اللي راك عايش فيها. هنا خامسا يعني الدولة اللي زدت فيها، وهنا كما راكم تشوف هنا يعني المكان الازدياد، مثلا كل واحد شي يدير مسيلة ألجي، كل واحد يدير الولاية تاعو. وهنا إخواني الكرام في الخانة هذه يقول لك طلع الفوتو، أنا طلع الفوتو تاعك، كل واحد يطلع الفوتو تاعو خاوتي على حسب المقاييس. وبعدين هنا نضع الأدرس، الأدرس هنا المدينة، كيف هنا المدينة أو المقاطعة، هنايا الكود بوستال، هنايا الكونتري بيان سور يعني الدولة تاعك ألجيريا، الدولة اللي راك عايش فيها حاليا، هنا رقم الهاتف تاعك تاع الجزائر مثلا كما انا 0774، فهمتوني خوتي، يعني كما هكذا كل واحد يدير الرقم تاعو. الادرس الايميل تاعك، اخواني الكرام كل شخص يضع الايميل تاعو، وهنا تكرر الايميل تاعك يعني تعيد مرة اخرى. هنا المستوى الدراسي يعني يونيفرسيتي ديجري، وماستر لي ماستر يدير ماستر، دكتوراه يدير دكتوراه، وهنايا اللي ماهوش متزوج يدير ماهوش متزوج دولة كامل. هنا إذا كنت متزوج دير عدد الأولاد، هذه هي خوتي، ومن بعد دير هنايا كونتيني. اخواني الكرام بعد ما نتجاوزوا المرحلة الأولى نروحوا المرحلة الثانية، ونهبطو يعني ننزلو حتى الأخير لتحت، نجدو هذه بالأخضر السابميت يعني القبول بالأخضر. بعد ما نقبلو خوتي جينا مثل هكذا، نجح التسجيل، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع، ربي يحفظكم.